أعزائي المشاهدين، سنواصل دراستنا في إنجيل يوحنا، وقبل أن أبتدئ بالقراءة من كلمة الله من الكتاب المقدس دعني أشرح عن هذا المكان. أنا موجود في منطقة بيت شان. بيت شان بلد قديمة جدا، مذكورة جدا أو مرارا في الكتاب المقدس، ولسيما في أيام شاؤل الملك. نعلم أنه حدثت معركة شديدة بين الملك شاؤول والفلسطينيين، وقتل الملك على جبل جلبوع هو وأولاده، وجاءوا الفلسطينيين وصلبوا أجسادهم على أبواب بيت شان القديمة. كما ترون هذه التلة هي بيت شان القديمة. فجاءوا رجال البأس أو جبابرة البأس من يابش جلعاد من الجهة الأخرى من الأردن، وأنقذوا أو خلصوا الأجساد ودفنوها في مكان معين. هذه البلدة القديمة. أما كما ترون الحفريات ورائي والضجة الكثيرة، فهي منطقة حفريات تاريخية وأثرية، اكتشف فيها أثرات كثيرة يعود تاريخها إلى أيام الكنعانيين، إلى أيام اليونانيين وأيام الرومانيين. ففي كل مكان ترى أعمدة ومعابد وهياكل وأثارات كثيرة تعبر أن المنطقة كانت مسكونة ومأهولة بالسكان. كان لها قيمة في أيام سليمان، لأن هذه المدينة كانت مدينة مخازن، وأيضا كانت إحدى المدن العشر في أيام يسوع المسيح. فهي المدينة الوحيدة التي من الجهة الغربية لنهر الأردن، وتسع مدن المدن العشر من الجهة الأخرى من الأردن. دعوني أقرأ من كلمة الله من إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن، وسأبتدئ من آية 31. فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي، وتعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوه: إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الإبن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. إن العالم أجمع يتحدث عن الحرية، إن كان حرية الرأي، حرية حقوق الإنسان، الحرية الدينية أو الحرية السياسية. لكن المسيح يتحدث عن حرية أعظم في إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن، عن الحرية الحقيقية. إيمان اليهود كان إعجاب وتقدير، كان لهفة لسماع معلم بارع، و راحوا أو ذهبوا وراء صانع معجزات قدير. لكن المسيح التفت إليهم وقال: إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي، وتعرفون الحق والحق يحرركم. هنا شدد على نية الطاعة وعلى مواصلة الإدراك والفهم العميق، الفهم الروحي. عند هذا الحد تعرفون الحق والحق يحرركم. لم يتحدث المسيح عن الحرية من الاستعمار الروماني، بل تحدث عن حرية أعظم، حرية داخلية، حرية من النير الداخلي، من الفساد، من شر الإنسان. قال: كل من يعمل الخطية فهو عبد للخطية. وهذا كان حديثه للمتدينين طبعا اليهود عن الحرية الحقيقية. فنكتشف أولا الحرية هي دعوة إلهية، هي دعوة من فوق، وتعرفون الحق والحق يحرركم. فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. الحرية هي عطية إلهية تبتدئ أولا في الداخل، في داخل الإنسان. هذه الحرية هي حرية من الأوهام أو الشعور بأنهم أحرار أو أنهم من ذرية إبراهيم. قالوا للمسيح: لم نستعبد قط، إننا ذرية إبراهيم. ففضح قلوبهم وقال: لا،
لكن كل من يعمل الخطية فهو عبد للخطية. والغريب أنهم يدعون أنهم أحرار والتاريخ يشهد أنهم لم يكونوا أحرار. استعبدوا لسبع شعوب في سفر القضاء، وفي المنطقة الشمالية سبيوا في السبي الآشوري، وطبعا منطقة يهوذا أخذت إلى السبي البابلي، ثم كانوا تحت الاستعمار الفرس واليونان، وها هم في أيام المسيح تحت استعمار الرومان، والرومان بسطوا استعمارهم في كل مكان. أما إذا كانوا يقصدون أنهم أحرار روحيا، فأراد أن يوضح خطأهم أنهم لم يكونوا أحرار، لأنه من يعمل الخطية هو عبد للخطية. فإذا الحرية هي عطية إلهية يمنحها الله في داخل الإنسان. الحرية هي دعوة إلهية، فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. وهنا نكتشف المحرر الأعظم، وهذه الحرية هي في شخص يسوع المسيح. بالمقابل يوجد المستعبد الأعظم، وهو إبليس الذي يتسلط على الناس ويستعبدهم ويقيدهم في سلاسل وأصفاد وأغلال العبودية. أراد أن يعلمهم درسا لا ينتسى، لربما أنهم من نسل إبراهيم جسديا وأنهم من ذرية إبراهيم، لكن أراد أن يحررهم حرية من الماضي، حرية من العادات التي يمارسونها دون أن يدركوا حكمتها أو ضرورتها، حرية من الحرف، حرية من التقاليد الباطلة والبالية والتقاليد الناقصة. فإذا الحرية هي عطية إلهية، الحرية هي دعوة إلهية يدعونا الله للإبن، أي المسيح يسوع، لكي ننال هذه الحرية العظيمة، حرية في الداخل وفي القلب. ثم هذه الحرية هي رسالة إلهية، إن هذه الحرية هي حرية من الخوف، حرية من الذات، حرية من سلطات أخرى. يقول الكتاب المقدس أن الله نقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته. ثم هذه الحرية هي حرية من الناموس. قال لهم يسوع: العبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن يبقى إلى الأبد. أي العبد هو شخص يخدم، يعمل في وظيفة معينة، يستمع للأوامر والنواهي، لكن الابن يختلف. الابن هو الذي يعيش في شركة وبصلة مع الآب، هو الذي يتمتع بالميراث ويتمتع كل شيء في هذا البيت. فأراد أن يظهر لهم المسيح أنهم عبيد، لأنهم كانوا يمارسون الخطية، لأنهم رفضوا المسيح، لم يؤمنوا بالمسيح، بل ادعوا حرية زائفة. أحبائي، الحرية تأتي عن طريق معرفة الحق، ليس القوة ولا العنف ولا الانفعال ولا مجرد الإغراءات الجسدية أو الإغراءات الدينية أو حتى المدنية. التحرر من الخوف هو أساس كل تقدم ديني واجتماعي وسياسي في تاريخ الإنسان. شرح المسيح عن الفرق بين الحرية الروحية والعبودية، تحدث عن البنوة الحقيقية، لا المواقف العنصرية مجرد أن يذكروا أنهم ذرية إبراهيم، فوضح لهم هذا الفكر الكتابي العميق. ألم يقل الكتاب: وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين هم ليس من جسد ولا من مشيئة رجل. فإذا كل من ولد من الله يدعى ابن إبراهيم بالإيمان، ابنا حقيقيا. وهذه الحقيقة الكتابية أراد المسيح أن يوضحها لليهود. شرح عن الفرق بين هذه الحرية الروحية والعبودية اللي كانوا مستعبدين فيها. إخوتي وأخواتي المشاهدين، عندما نطيع كلمة الله ننمو في المعرفة الروحية، وعندما ننمو في المعرفة الروحية ننمو في الحرية، ونتحرر أيضا من الخطية.
لأن الحياة تقود إلى التعلم، والتعلم يقود إلى الحرية. لهذا السبب قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. ألم يقل المسيح: أنا هو الطريق والحق والحياة؟ فالمسيح هو الحق. إخوتي وأخواتي، الحرية الحقيقية لا تقوم بإطلاق العنان للشهوات ليعمل المرء ما يريد ويهوى، بل هي القدرة أو عمل ما هو واجب. لربما هذه الحرية الذين يدعونها هي حرية زائفة، تسمع هذه الكلمة دائما: أنا حر، أريد أن أفعل ما أريد. الشيء اللي أنت تريد أن تفعله هو نفس العبودية التي تقودك إلى أصفاد وأغلال وسلطة هذه العبودية. الحرية الزائفة هي العبودية نفسها. ما النفع من حرية الطفولة ومرحها عندما تقضي الرجولة في غياهب السجون؟ كل ما يقع المرء في الخطية تسهل عليه العودة إلى ارتكابها، لأنها تضعف فيه قوته، تضعف فيه قوة المقاومة، تستأسر عقله وتستعبد إرادته، وتسبيه إلى ناموس الخطية والموت كما يقول الكتاب المقدس. يقول الكتاب المقدس: كأحرار ليس كالذين عندهم سترة للشر، لأن من انغلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا. يقول الكتاب المقدس: أثبتوا إذن في الحرية، فإنما إنكم دعيتم إلى الحرية. حقا إن الحرية هي عطية إلهية، هي دعوة سماوية، وهي رسالة كتابية. يقول الكتاب: فإن حرركم الإبن أي يسوع المسيح فبالحقيقة تكونون أحرارا. إن رسالة المسيح قال: روح السيد الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، لأطلق المأسورين أحرار أو بالحرية. فهي دعوة لكل من يشاهد هذه الحلقة. لربما أنت مستعبد للماضي والتاريخ، مستعبد لعادات رديئة وشهوات، مستعبد لخطية معينة، تريد أن تحصل على هذا الخلاص. لربما حاولت بقدرتك ووجدت أنك مستعبد أكثر وأكثر، وكلما حاولت الانفلات من الخطية تستعبد أكثر. تعال إلى المحرر الأعظم، لأنه يقول الكتاب: كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، لكن إن حرركم المسيح فبالحقيقة تكونون أحرارا. فهذه الدعوة هي دعوة للحرية موجهة لك. فهل تقبل أن تأتي إلى المحرر الأعظم يسوع المسيح؟ فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي، وتعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوه: إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرار؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الإبن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. عزيزي المشاهد، سنواصل دراستنا في إنجيل يوحنا، وفي هذه الحلقة سوف أتحدث عن المسيح والعبادة الحقيقية، وهذا المكان يناسب الموضوع. دعني أعطي خلفية عن هذا المكان. أنا موجود في منطقة بيت شان. بيت شان مذكورة مرارا في الكتاب المقدس. قريب من هذا المكان يوجد جبل جلبوع. انهزم شاول وأولاده في معركة مع الفلسطينيين، ثم أخذوا أجسادهم وصلبوهم هنا في هذه البلدة القديمة، هذه التل التي خلفها بيت شان القديمة.
في المساء جاءوا رجال الجبابرة البائس من يابش جلعاد من الجهة الأخرى من الأردن وحرروا الأجساد وطبعا دفنوها احتراما لأجسادهم. خلف بيت شان الجديدة، أو تعتبر طبعا هي قديمة تاريخيا، لكن اكتشفوا أثرات كما ترون خلفي، أثرات يونانية ومن الأيام الرومان. ففي كل مكان تذهب في هذه المنطقة تجد أثرات لمعابد. توجد معبد مثلا على الجبل أو على التلة فوق، ثم يوجد معبد في هذا المكان للإله ديونيسوس إله الرومان أو إله الخمر، وهو يعتبر مؤسس البلدة الرومانية. وهذه البلدة في أيام سليمان كانت إحدى مدن المخازن، وطبعا في أيام المسيح كانت تدعى واحدة من المدن العشر. التسع مدن هي هم من الجهة الأخرى في الأردن، هي المدينة الوحيدة غرب الأردن. فتجد أثرات للمعابد والهياكل والمذابح في كل مكان، في أي مكان تسير في البلاد المقدس ترى هذه الأثرات، وسنتحدث عن هذا الموضوع في هذه الحلقة. اسمح لي أن أقرأ من إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع، وسأبتدئ من الآية 19. قالت له المرأة: يا سيد، أرى أنك نبي، أباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع: يا امرأة، صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة، وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. عزيزي المشاهد، سأواصل حديثي بعد قليل. عزيزي المشاهد، ما زلنا نواصل حديثنا ودراستنا من إنجيل يوحنا، وحديثي في هذه الحلقة عن المسيح والعبادة الحقيقية. أنا بجانب أثرات رومانية قديمة طبعا لمعبد قديم لإله الخمر، سقط هذا المعبد نتيجة هزة أرضية وكذلك المكان. خلف بيت شان القديم أيضا يوجد معبد قديم يعود تاريخه لأيام الكنعانيين. وفي هذه البلاد في أي مكان تذهب توجد معابد ومذابح كثيرة في كل مكان، لأن الأراضي المقدسة استعبدت وأخذت من شعوب وأمم كثيرة. في هذه القصة نحن نعلم أن المسيح التقى مع امرأة سامرية وحدثها عن حاجتها لشرب المياه الحي، وعندما كشف بل فضح تاريخها وماضيها، حولت حديثها عن الموضوع وهو في غاية الأهمية، موضوع العبادة. أنتم تقولون، يعني تقصد حديثها مع المسيح لليهود، أنه ينبغي أن يسجد أو تعبد الله في أورشليم في مكان الهيكل، وأما نحن السامريين فنعبد الله على هذا الجبل، تقصد جبل جرزيم، لأنه أيضا بنوا عبادة على هذا الجبل. فمشكلة اليهود والسامريين تعود إلى تاريخ بعيد، ابتدأت سنة 722 قبل الميلاد، عندما جاء الأشوريون وحاصروا البلاد وأخذوهم إلى السبي، وأحضروا شعوب أخرى واختلطوا مع شعوب أخرى. فازداد الكراهية والعداء عندما بنى السامريون معبد آخر أو هيكل على جبل جرزيم ليمنعوا اليهود من الذهاب إلى أورا شليم. ففي حديث المسيح مع الامرأة السامرية أراد أن يظهر لها العبادة الحقيقية، ويرد على سؤال من أهم بل من أعظم الأسئلة،
أين ينبغي أن يسجد لله؟ كيف نعبد الله؟ هل توجد طريقة معينة لعبادة الله؟ فأراد أن يوضح خطأها، فابتدأ أولا بالحديث عن عبادة السامريين. عبادة السامريين كانت عبادة مبتورة ناقصة، لأنهم كانوا يؤمنون فقط في أصفار موسى الخمس، وتركوا كل الكتاب، أي أصفار المزامير وأصفار الأنبياء، فكانت عبادتهم ناقصة مبتورة، لأنها اعتمدت على جزء من هذا الحق. ثم هذه العبادة أو هذا السجود كان بجهل، كانوا يعبدون الله بجهل، أنهم كانوا في أوهام ووساوس كثيرة، والعبادة المبنية على الجهل هي عبادة باطلة أيضا. ثم عبادة السامريين كانت مبنية على الخوف وعلى الوسوسة، لا على المعرفة والبناء التي تؤدي إلى العبادة بالمحبة. لهذا السبب عبادة السامريين كانت عبادة باطلة، والعبادة الباطلة هي أن تختار ما تشاء، أو أن تدرك وأن تقبل عن الله، عن صفاته أو شخصه، وترفض ما لا تريد. هذه العبادة هي عبادة باطلة، أي تقبل جانب واحد من الحق وترفض كل الحق. وفي هذا الإصحاح أيضا أراد أن يوضح العبادة الحقيقية لليهود. فعلى كل يهودي أو رجل يهودي متدين ينبغي أن يذهب إلى مدينة أورشليم 3 مرات في السنة ليمارس 3 أعياد: عيد الفصح، وعيد المظال، وعيد الحصاد الذي هو عيد يوم 50. لكن عبادة اليهود أيضا كانت مبنية ومركزة على الحرف، مارسوا تقاليد وشرائع، مع أنهم كانوا يمارسون الذبائح في الهيكل، لكن اعتمدوا أكثر على الذبائح المادية بدل ما أن يعبدوا الله بالروح والحق، وأن الله يطلب ذبيحة شفر ثمر شفاه معترفة باسمه، لا المحرقات ولا الكباش كما يقول الكتاب في العهد القديم ترضي الله، لكن الاستماع والطاعة لصوت الله، لأن الله يقول أريد ذبيحة أو أريد رحمة لا ذبيحة. فيسوع اضطر أيضا أن يصحح هذه العبادة. عبادة اليهود طبعا كما ذكرت كانوا يعبدون في المكان المعين اللي الله طلب منهم أو أمرهم أنه يمارسوا ويواصلوا هذه العبادة، هي في الهيكل في أورشليم. لكن للأسف الشديد كان في استغلال شديد للعابدين الذين جاءوا من مدن أو من بلدان مختلفة، استغلال مادي. ونعلم أنه حتى في ساحة الهيكل في دار الأمم كانوا يبيعون ويشترون، وكان نوع من العصابة التي تمتلك المال وترفع الأسعار. لهذا السبب احتاج المسيح أن يذهب ويطهر الهيكل من هذه العبادة التقليدية التي مبنية على شرائع وطقوس باطلة وتقاليد اللي وضعتها الناس حتى تضع أعباء على كاهل الناس. لهذا السبب أراد أن يطهر الهيكل وقال بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الأمم. احتاج المسيح أن يطهر الهيكل من العبادة الباطلة. فأراد أن يظهر للإمرأة السامرية أولا طبيعة العبادة الحقيقية. طبيعة العبادة الحقيقية هي أوسع من أن يحصرها مكان أو قبلة معينة. فكان على اليهود أن يتجه باتجاه معين، مثلا إلى مدينة القدس، إلى أورشليم، لكن أراد أن يقول طبيعة العبادة هي أوسع من أن تحصرها في أي مكان. ثم يتحدث عن مواصفات العابدين، أنه ينبغي أن يعبد أو يسجد بالروح والحق. الحق طبعا يكشف بطلان الكثير من التقاليد. العبادة الحقيقية هي العبادة الصادقة. ثم العبادة بالروح، أي تحت قيادة روح الله القدوس، أي ضد كل ما هو جسدي، ضد كل ما هو مادي، ضد ما هو كل ما هو حرفي، ضد ما كل ما هو محلي. هذه العبادة بالروح. أما العبادة بالحق ضد كل ما هو باطل،
ضد كل ما هو ناقص، ضد ما كل ما هو وهمي، وضد كل ما هو صناعي. فكما ترى عزيزي المشاهد إنه المسيح في هذه الطريقة وبخ العبادتين، عبادة السامريين، العبادة الناقصة المبطورة الباطل المبنية على الخوف وعلى الجهل، ثم عبادة الحرف التي كانت بتقاليد وضعتها الناس، فأراد أن يصحح المفاهيم. ثم يتحدث الكتاب أيضا عن طبيعة المعبود، الله روح. وهنا نرى تعريف بكيان الله، الله ليس مجرد إنسان ولا هو محدد في مكان معين أو زمان معين أو قبلة معينة كما ذكرت من قبل، لأن الله شخص لا يرى وهو حاضر في كل مكان، كما أنه كلي القدرة وكلي المعرفة، كامل في جميع طرقه. لهذا السبب ينبغي أن نعبد بالحق. ثم نرى طريقة وواجب العبادة بالروح والحق، ينبغي أن يسجدوا. طبعا لماذا نعبد الله؟ نحن نعبد الله من أجل ذاته، من أجل شخصه، من أجل طبيعته، من أجل صفاته. الله صالح، الله محب، الله عادل. توجد صفات وأسماء كثيرة لله، ينبغي أن نعبد الله من أجل ذاته، لأنه يأمر وينبغي أن نعبد الله. لماذا نعبده؟ لأنه خلقنا، لأنه فدانا، لأنه يقودنا. يعني بكلمات أخرى كما قال الإمرأة السامرية، تستطيع أن تجد الله في كل مكان، الله حاضر في كل مكان، فينبغي أن تسجد بالروح والحق. المسيح والسلام الحقيقي، هذا هو موضوع الحلقة القادمة من برنامج إنجيل الإيمان. سعدنا جدا لمشاهدتك حلقة من حلقات نور الحياة في برنامجنا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو إن كنت تود الحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك أن تكتب إلينا على العنوان التالي لنور الحياة: صندوق بريد PO Box 30030 Toronto Ontario M6B4J2 كندا. يمكنك أيضا الاتصال بنا تليفونيا من جميع أنحاء العالم على الرقم 001-905-335-1534، أو اكتب لنا على البريد الإلكتروني info@lfan.com. الرجاء أن تذكر عنوان أو موضوع حلقة نور الحياة عند الاتصال بنا.